السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. فيديو جديد بمعلومة وعبرة جديدة، فتابعونا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الأكارم، انتبهوا جيدا في هذا الفيديو، سنذكر لكم ثلاثة لا تقربهم الملائكة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمق بالخلوق، والجنبي إلى أن يتوضأ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تفسير هذا الحديث، أولاً ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة، أولهم جيفة الكافر. الملائكة لا تقرب جيفة الكافر، حيث أن هذا الجسد كان فيه روح وكان يعصي الله تعالى بهذا الجسد، فكان يأكل حراماً ويشرب حراماً ويكفر بالله جل وعلا، فلذلك لا تقرب جيفته الملائكة. ثانياً المتضمق بالخلوق، والخلوق هو نوع من أنواع العطور النساء كانت تستعمله قديماً، وهو يتكون من الزعفران وبعض المواد العطرية ولونه أحمراً مائلاً للإصفرار، وكانت النساء تستعمله قديماً، وحينما جاء المنع كان للرجال فقط. ثالثاً الجنب، وهو من وجب عليه الاغتسال بعد الجماع، وفي هذا الحديث يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نسارع بالاغتسال وعلى ألا يبقى الإنسان جنباً لفترة طويلة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن الله ينهاكم التعري، فاستحيوا من ملائكة الله تعالى الذين لا يفارقونكم إلا في ثلاث: عند الاغتسال، وعند الغائط، وعند الجنابة. فإذا اغتسل أحدكم في العراء فليتوارى بثوبه أو بجدمة حائط أو يتوارى ببعيره. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الأكارم، أوردنا لكم في هذا الفيديو ثلاثة لا تقربهم الملائكة، نرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو القيم، وإذا أعجبكم فلا تنسونا من صالح دعائكم، وإن كان فيه شيء لا يعجبكم أو لديكم تعليق فاتركوه أسفل الفيديو وسنعمل به إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وارزقنا الجنة، اللهم آمين.